اسم أحمد مقبول، مواليد 1961، من مدينة الناظور، إقليم الناظور. جيت النرويج 1980. احنا من إقليم الناظور ولكن خارج على إقليم الناظور، يسموه الاخر فين كنا ساكنين يسموه بني حسين. وعلى حسب المدرسه كنا كنمشيو، كانت مشاو شي نص ساعه حتى 45 دقيقه باش نوصلوا لواحد المدرسه في واحد بلاصه اخرى في احنا فين ساكنين. نعم. وتما قريت حتى للشهاده، ومن تما بعد الشهاده جينا من اخر من فين تزاديت، وجينا للناظور، سكننا في الناظور في 79، وفي 80 جيت للنرويج هنايا. في الاول جيت تجمع عائلي مع الوالده والوالد والاخوان الكبار كانوا هنايا، حنا جينا هنا. بعد انا بديت الاخر بديت المدرسه هنايا، مدرسه اللغه، تعليم اللغه. كنت كنخدم في الصباح في واحد في الاوتيل كمساعد في الريسبشن، وفي يسمو سيرفيس روم كنطلع الماكله الاخر الناس اللي ساكنين تما وكاش معاونه. من تما كنت كنقرا بعد المدرسه، كنت كنقرا كنمشي للمدرسه، كنخدم في الصباح وكنقرا في العشيه. ومول الاخر العشيه ما كتكونش عندي الاخر القراءه، كنمشي كنساعد واحد في التجاره، كنا كنديروا التجاره هنا في اوسلو. تعلم اللغات، اللغه ماشي شي، ما درت زعما شي قرايه باش نخدم بها ولا الاخر. ومن ثم بديت في التجاره ثاني، كندير ليمبور اكسبور من تايلاند، كنجيب شي حوايج اللي الحوايج اللي كيبانوا في الصيف بحال الشباب، اللي حاجه اللي كتخرج جديده انا ديما كنجيبها قبل ما تبدا هنايا، يعني كنمشي كنجيبها وكنبيعها هنا، وكندير على حساب كان المعارض، كنمشي كندير كنبيع تما. وعندي البلايص مازال حاليا، عندي مازال البلايص كل عام كيصيفطوا لي كنمشي لهم، غير هذا على هذا الكورونا دابا وقفت داك الشيء، وعندي خدمه اخرى. من بعد بديت واحد الشراكه تاع التنظيف، خدمت تما كمسؤول على 200 خدامه، ومسؤول على 5 الشيفان اللي كيكون مسؤول على الخدامه برا. تما خدمت معاهم تما شي 15 عام. ومن تما اللي كانت عندهم الشراكه باعوا الشراكه، وصلوا السن تاع التقاعد، وحليت الشركه ديالي انا ديالي، وكندير داكشي نيتوياج نتاع الاخر، كنصاوبوا الارض جديده، وكان الاخر بزاف الحوايج كنديروا. دخلت مسجد التوبه في 1980، منين جيت ديريكت المسجد كنمشي كنصلي وكذا، المهم. ومن تما كمساعد كنشي مساعده كنعاون. ومن بعد دخلت كنائب الرئيس، دخلت في الجنه ثلاثه المرحلات، وحاليا دابا كندير رئيس مسجد التوبه. مسجد التوبه تاسس في 1981 كان عندنا واحد المحل غير كاكارين، ومن ثم شرينا هذا المكان هذا 1992. بالتالي مشي 200 طفل اللي كيقراو هنايا، وعندنا الجمعيات نتاع الشباب يلاه مهم بديناها، وعندنا الاخر النساء اللي ما كيعرفوش الاخر كيتعلموا اللغه العربيه، وعندنا الجروب الثاني تاع الشباب اللي مسؤول عليها الاخ مصطفى مختاري، وعندو اللي خدام معاه واحد لي جروب نتاع الشباب الشابات، ملي المهم كيديروا الاخر الانشطه وبزاف د الحوايج. حنايا الا تجي تشوف هنا 99 في 99 مغاربه اللي هنايا، اللي كاينين المهم اللي كيصليو هنايا واللي كيقراو، الاكثريه
المغاربه حنايا الاخر الثقافه المغربيه. عندنا الدعم من الدوله على حسب شحال الناس اللي عندنا في مخارتين معنا، كتجي عليهم المساعده كل عام، كل شخص كتجي عليه واحد المقدار تاع المساعده. والدوله اللي كاين المساجد اللي كاينين في النرويج كتساعدهم الدوله، كتعطي لهم المساعده كل عام. كاين البرامج دابا حنا دخلنا معنا الشباب اللي دابا كيقوموا بالعمل، واحد العمل جيد، المهم عندهم اللغه مزيان وعندهم الاخر المناصب خدامين في النرويج، عندهم مناصب ملاح. هما دابا هما اللي غيقبطوا المؤسسه وغيزيد ان شاء الله قدام ان شاء الله. ويكون الانسان تكون عنده الاداره الاراده باش يوصل شي حاجه. هنايا حتى شي حاجه ماشي كل حاجه ممكن. هنايا الانسان يقدر يخدم ويقرا، يخدم في الصباح ويقرا في العشيه، يقرا في العشيه ويخدم في الصبح، ما كاين حتى اشكال. الانسان غير اللي ما بغاش يقرا. هنا كاين الفرص اللي بغى اي حاجه الانسان يبغى يديرها، اما تاع القرايه 4 سنين 5 سنين اي حاجه يقدر، واخا كبير جا كبير من الاخر من المغرب عنده واحد الفرصه باش يوصل شي حاجه بغى يوصلها، شي حاجه كبيره. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.